ارجع تاني لكابتن سيد. كابتن سيد ردك على الكلام اللي قاله كابتن احمد. كابتن فاروق هو طبعا الراجل اللي اتكلم في نقط هو مهمه كابتن جدا. احمد سعد عضو مجلس اداره نادي التلفزيون. اتكلم في كلام مهم جدا. وكابتن احمد سعد عارف سيد رياض كويس، وهو اكتر واحد متاكد ان سيد رياض مش ممكن يعمل حاجه زي كده، متاكد، وهو متاكد. طب ايه سبب؟ ارجع لك بس ليه عايز يعني يدخل حضرتك في اسمك في الموضوع ده؟ بيان الشركه اللي دخل اسمي ان انا رحت في شركتي لعبت الماتش، وانا ما اعرفش تماما ان كاظم اصلا المفروض يلاعب تليفونات من عدم، وانا قلت لك انا مش رايح الاعب كاظم. بناء على البيان بس اللي صدر من شركه ستار ميكر، انا اصلا ماليش علاقه بالشركه ولا اساسا انا متواصل معاها. سبق وقلت لك انا عن طريق وسيط متواصل مع واحد موجود جوه الشركه يعني ولا ايه؟ وكابتن كارم تواصلت معاه وقال انا جبتك على اسم شركتك ومحدش ذكر اسم تليفونات بني سويف. وانا بكلم حضرتك اهو دلوقتي، معلش انا اسف. يعني انت بتلعب بتيشيرتات مكتوب عليها الشركه بتاعتك؟ الرياض. شركتي وشعار شركتي، انت واصله لك ولا لا؟ فالقصه كابتن محمد، وبناء عليه تم تحرير محضر يا كابتن. طيب ما انا اول مره اعرف منك الكلام دوت اللي اتحرر محضر. هو بيتكلم اهو، كان بيقول الكلام ده. وانا بقول لك انا موجود وبكلمك اهو، انا بقول لك مفيش حد استدعاني لاي محضر ولا اي شيء خالص. انا كل اللي حصل ان وليد بيل عطار مدير تنفيذي الاتحاد تواصل معايا تليفونيا وتواصل مع كابتن كارم وشرح له. كابتن كارم انا استدعيت ان بس هو تواصل استاذ وليد تواصل معاك على اساس ايه؟ هل انت عارف مسؤول في نادي ولا في ايه بالظبط ولا حاجه وديه؟ بص حضرتك ده حضرتك. لا هو اتصل بيا يعرف الموضوع كابتن محمد. وصل لك وحكيت له الموضوع، وهو وكلم كابتن كارم، وكابتن كارم قال له انا استدعيت سيد على اسم شركته الرياض، وده يعني متداول ما بيننا وبين بعض في ماتشات كتيره جدا، لكن انا اصلا ما اعرفش شركه ستار ميكر، ولا ذكرنا اسم تليفونات بني سويف، ولا انا لابس شعار تليفونات بني سويف. استاذ احمد سعد بيقول لك ان المفروض ان الماتشات اللي زي ديت تبقى من خلال خطابات رسميه وكده، صح؟ انا هأيد كلامك. يعني المفروض كاظم لو هيلعبك كان بعت لك. لو كاظم محدد، وانا هسيب لحضرتك الرد والساده المشاهدين باينه زي الشمس اهو، لو كاظم هيلعبك كان بعت لك خطاب او بعت لك فاكس، وكنت انت هتقول انا ما بداتش. ده الكلام ده قبل المباراه. قبل المباراه كمان على صفحه كاظم، نادي كاظم ما اعلنش انه هيلعب التليفونات، ولا قبل المباراه ولا اثناء المباراه. يعني مشكله في كاظم دلوقتي كده؟ هو كاظم اللي جه سيره تليفونات بني سويف مش انا. خالص. انا باكد عليك وللساده المشاهدين برضه يبقى الموضوع واضح كده، انا ماليش علاقه بشركه ستار ميكر اللي بتنظم الماتشات. انا عندي فريق تسويقي، واخد بالك، استدعيت من خلال الوسيط كابتن كارم، والراجل ده محترم جدا وسبق لنا عمل لنا ماتشات باسم شركتنا، وانا رايح بشعار شركتي وباسمي انا مش باسم حد تاني. كمان يا كابتن محمد، انا رفعت على صفحه الشركه عندي وعلى صفحتي الشخصيه ان انا هلعب مع نادي القادسيه الكويتي قبلها بيومين ثلاثه. حضرتك القريه اللي انا نزلت فيها وبعت فواتير القريه اللي نزلنا فيها كلها طالعه باسم شركه الرياض. انت بتدافع كابتن المصاريف؟ انا حضرتك اللي بتدافع من صندوق التسويق دوت. الفلوس دي بتطلع من صندوق التسويق. تمام. يعني نادي قزمه ما استضافكش حتى؟ انا اصلا مش عارف ان انا هلاعب قزمه، قلت لك غير وانا في الملعب. انا ما اعرفش، ما استضافنيش خالص ولا بعت لي. الباص في السياحه اللي اتاجر من شركه السياحه بتاعت شركه دايناميكس موجود حضرتك، انا اللي مسدد الفلوس بتاعته وطالع باسم شركه الرياض. انت حضرتك كابتن كبير ونجم كبير، والساده المشاهدين فاهمين كلامي، انك انت عشان تسافر اسكندريه وتعمل غدا لاولاد في قريه انت مبلغ من قبلها بيوم. انت على الاقل خالص انت جاي ومعاك كام فرد جهاز، كام فرد لعيب، واللعيبه دي عايزه تاكل ايه، صح كده؟ صح. انا مبلغ باسم شركه الرياض، والفواتير طالعه عند حضرتك باسم شركه الرياض. تمام. وترنجات الولاد وتيشيرتاتهم وكل حاجه. ما عندكش صوره للولاد هم لابسين تيشيرت في الملعب؟ حضرتك انا الصور انا بعتها للاعداد عند حضرتك. مش ماتش كاظمه بس، ماتشات كتيره، ماتش مع الفيصلي. انا كنت عايز ماتش كاظمه ده كابتن برضه عشان ده في الصور موجوده عندك حضرتك. ولو استاذ احمد سعد، يعني لو حضرته عنده دليل واحد بس، دليل واحد بس على ان انا مثلت نادي تليفونات بني سويف، انا تحت امره. لكن كلموه بصفه شخصيه قالوا ان هو سيد رياض. طب انا عايز البيان دوت اللي هو الشركه قالت ان في حد مثل تليفونات بني سويف، انا عايز في البيان دوت يقولوا اسمي. وانا حضرتك اطلع دلوقتي حالا على النائب العام. انا عايزهم يقولوا اسمي، وانا بقول لك اهوت، انا عايز شركه ستار ميكر تقول ان سيد رياض دوت هو اللي قال انا بمثل تليفونات بني سويف. الناس دي اصلا ما تعرفنيش، وما فيش اتصال بيننا، وما فيش كلام ما بيني وما بينهم. انا اصلا ما اعرفش ان في شركه منظمه لهم اسمها ستار ميكر.
من الاساس. تمام يا كابتن، انا بشكر حضرتك كابتن توضيح الامر ودخولك مره تانية عشان توضح الكلام اللي قاله كابتن احمد سعد يعني وردا عليه، وبالتالي منتظرين كابتن احمد سعد لو حابب برضه يخش مره تانية.